إذن تأتيكم هذه الحلقة ضمن الحملة الوطنية لتمويل التعليم محليا والتي تنفذ ضمن مشروع شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية والحوار الاجتماعي في دعم بيئة التعليم التعليمية من خلال تجميع الروافد الوطنية المادية والمعنوية والتوظيف الحقيقي لضريبة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية. اسمحوا لنا نصبح على الأستاذة يارا زايد، مستشارة التنمية ومدافع عن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي. صباح الخير أستاذة يارا. صباح الخير جميعا. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله، كله تمام. طيب، بداية خلينا نحكي شوي للناس عن هاي الحملة وعن فكرة تمويل التعليم. أنا عملت ورقة بحثية بالتعاون مع مؤسسة مفتاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، وكان هدف الورقة أو عنوان الورقة هو تقييم التعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم خلال أزمة كورونا. نعم. وهي كانت جزء طبعا من الحملة، ويعني وطلعنا بنتائج كتير مهمة لازم الناس تسمع عنها. نعم. هل التعليم فعلا بيواجه مشكلة في تمويله اليوم، ولا احنا صرنا نتيجة هاي الأزمة بحاجة لنمط مختلف من تمويل التعليم؟ لا، هو فعليا ما كانش نظام التعليم جاهز لهاي الأزمة. اولا هي كانت مفاجأة للجميع طبعا، بس حتى ما قبل الجائحة كان في عنا خلل او كان في عنا ضعف في النظام التعليمي، وخاصة في التعليم الإلكتروني وفي التعامل مع الأزمات من خلال التعليم الإلكتروني. طيب، هل يعني كل فكرة هاي الحملة الوطنية يعني لها علاقة فقط في الجائحة، ولا هي أبعد من ذلك؟ هلأ بالنسبة للحملة المفروض أنه لا، هي أوسع من هيك، يعني أوسع من الجائحة، بس خلينا نركز شوي على الموضوع الورقة البحثية. نعم. لأنه ضروري، يعني فيها كتير معلومات لازم الناس تفهمها، أو شوية يعني إعلاميا، أو خلينا نحكي على مستوى التوعية إنه موضوع التعليم الإلكتروني كيف الناس بتطلع له، أو كيف الناس فهمته، وكيف هو، أو كيف الوضع اللي لازم يكون. خلينا نحكي بالنسبة للتعليم الإلكتروني، بس بحب الناس تفهم إنه مفهوم التعليم الإلكتروني لا يشمل فقط إنه استخدام التكنولوجيا أو الإنترنت في مرحلة معينة أو بشكل مباشر، هو المفروض يكون بشكل متزامن أو غير متزامن. نحكي عن تعليم عن بعد، ومش بس إنه استخدام التكنولوجيا أو الإنترنت في التعليم، أي نوع من أنواع التباعد هو عبارة عن تعليم عن بعد. التعليم المدمج هو دمج التعليم الإلكتروني مع التعليم عن بعد مع الوجاهي. هذا يعني كمصطلحات أساسية لازم الواحد يفهمها وإحنا نحكي، لأنه كتير رح نستخدمها. طيب، بكل ما يجري الآن، وإحنا طبيعي ما كانت جاهزة بنيتنا التحتية لهذا الموضوع، خاصة بأنه كمان يعني إحنا كنا بنمر بأزمة اقتصادية صعبة ترافقت مع الجائحة، وبالتالي كان حتى قدرتنا على دعم المؤسسات اللي يفترض أن دعمها بطيئة وضعيفة. ولكن كيف بتقيمي التجربة اللي راحت خلال الفترة اللي راحت، مشان نشوف شو النقص، شو الاحتياجات الأساسية لندعم هاي العملية مستقبلا، سواء رجعنا بشكل طبيعي للتعليم الوجاهي، أو سواء اضطرينا نستخدم التعليم عن بعد فترة أبعد أطول. تمام. هلأ من خلال الدراسة تمت عمل مقارنة ما بين الإنفاق الحكومي على التعليم خلال سنة 2019 من شهر 1 لشهر 5، مقارنة بالتعليم الإلكتروني أو بالإنفاق الحكومي على التعليم لعام 2020. يعني إحنا قارنا بين 2019 و2020، اللي تبين عنا إنه الإنفاق الحكومي ما ارتفع بخلال شهر 1 لشهر 5 2020، بل كان أقل من 2019. وخاصة في النفقات الرأسمالية والنفقات التطويرية، وما كان في أي دليل على أي نوع من أنواع الإنفاق الحكومي على التعليم الإلكتروني أو على تطوير التعليم والمسيرة التعليمية خلال جائحة كورونا. كان في منصة، هلأ لما تم سؤال وزارة التربية والتعليم عن وجود منصات للتعليم الإلكتروني، تم الإجابة إنه موجود. طيب، وين هي موجودة؟ موجودة على الويب سايت
وهي لا ترتقي انها تكون منصه، هي عباره عن صفحه انترنت يعني. هلا عدد المستخدمين على الصفحه كان 5000 شخص، احنا عندنا 1.5 مليون طالب تقريبا، مقارنه ب 5000 شخص مش معروف مين هدول ال 5000. هل هم طلاب؟ هل هم اهالي؟ هل هم معلمين؟ هل هم مستخدمين من الوزاره نفسها؟ ما بنعرف. هلا بالنسبه للاجراءات اللي تم اتخاذها خلال شهر 1 لشهر 5 للتعليم الإلكتروني، كان في منصة تعليمية جاهزة لاستقبال طلاب تم استخدامها من قبل ثلث طلاب توجيهي 2019-2020. مع الأسف ما كانش في أي نوع من أنواع السبورت أو الدعم لهدول الطلاب من ناحية استخدام أجهزة إلكترونية أو الوصول لخطوط الإنترنت. أستاذي، الموضوع شائك لأكثر من سبب. نعم إذا بدنا نحكي على موضوع الوحدات التعليمية أو الرزم التعليمية، هلأ كان في اقتراح إنه استخدام رزم تعليمية بدل التعليم الوجاهي، إنه يتم نعم توجيهها على الطلاب. هاي تكلفتها نفس تكلفة طباعة الكتب المدرسية لسنة كاملة. نعم بالنسبة للمواد المعقمة، لحد تاريخ الورقة البحثية كان مأمن مواد تعقيم للمدارس فقط لشهر 12-2020. ما بنعرف هلأ شهر واحد بالنص الثاني من العام الدراسي هل هو مؤمن أو غير مؤمن من ناحية مواد تعقيم. من ناحية أجهزة إلكترونية، وهذا كمان موضوع كتير كتير مهم بالنسبة للأهالي والطلاب، إحنا في عنا نقص كبير في الأجهزة الإلكترونية للطلاب. عنا 36% فقط من الطلاب قادرين يحصلوا على جهاز إلكتروني لاستخدامه في التعليم. هلا الباقي مش موفر لهم. كان في محاولات عام 2016 2017 2018 مع وزارة المعارف لتغطية احتياجات الطلاب من الأجهزة الإلكترونية، وهذا كان بناء على مشروع وليس قانون، يعني وليس بناء على قانون أو إجبار أو خلينا نحكي عرف بوزارة المعارف، أو في عفوا في من ضريبة المعارف عن طريق وزارة الحكم المحلي يتم تزويد المدارس فيها، وإنما هو فقط محاولة لمشروع. عدد الطلاب اللي حصلوا على أجهزة إلكترونية كان 7200 طالب، من ضمن تقريبا 1.5 مليون طالب. هذه كمان إشكالية، اللي هي إشكالية الحصول على الأجهزة الإلكترونية. خطوط الإنترنت ووصولها للمدارس كمان فيها إشكالية. تم الإعلان من معالي وزير التربية والتعليم إنه باتفاقية مع وزارة الاتصالات تم تزويد المدارس بخطوط نفاذ، لكن خطوط النفاذ لا تعني الوصول للإنترنت، لأنه أنت بدهم خدمات إنترنت. نعم اكزاكتلي أنت عندك خدمة إنترنت أو خدمة خط نفاذ فور فري أو مجانية، ولكن المدرسة بدها تدفع لشركات الإنترنت. بالإضافة للأهالي اللي جزء كبير منهم ما عندهم خطوط إنترنت، بالإضافة لكمان موضوع تزويد خطوط الإنترنت، التهيئة في المدارس ما فيش تهيئة في المدارس، في نقص في التهيئة. بعد مراجعة وزارة التربية والتعليم في عنا إشكالية كبيرة. هلأ كان في مقارنة مع الأنروا وتجربتهم مع التعليم الإلكتروني كانت نوعا ما مستقرة أفضل بشكل أفضل، لأنه بنحكي عن الميزانيات كانت أعلى. الأنروا ضافت على تقريبا كان في عندهم $140 للطالب زيادة، خاصة إنه عملوا التعليم على شكل شفتات، شفت صباحي شفت مسائي، زادوا عدد المعلمات والمعلمين، كانوا جاهزين للجائحة أكثر بكثير من وزارة التربية والتعليم. ما تنسيش عدد مدارسهم أقل، قدرتهم على تجنيد الدعم في يعني صحيح على مدى السنوات اللي راحت كانت صعبة، ولكن في الجائحة كان سهل تبرير طلب دعم إضافي له علاقة بدعم هاي العملية. إنما الوزارة قد تكون مرت بظروف صعبة للغاية. المجتمع المحلي حاول يأمن المعقمات، حاول يأمن بعض الأشياء، هناك مبادرات في القدس مثلا لتأمين أجهزة لابتوب للمدارس، ومؤسسة فيصل حسين تقوم فيها ومؤسسات أخرى بطريقة أو بأخرى. هناك حالة من محاولة دعم هذه العملية، ولكن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الموارد والكثير من الموارد. هذا لوين بودينا أستاذ غيرة؟ بمعنى يعني إحنا اليوم كنا بنفكر المدارس، البنى، الساحات، بتعرفي اليوم لوين لازم يودينا في التركيز؟ يعني بدنا مجهود كبير، خاصة إنه الفئات اللي تأثرت من الجائحة ومن عدم وجود
بدائل للتعليم للطلاب. أول إشي عندنا الكوادر التعليمية تأثرت، خاصة الكوادر التعليمية اللي هم خلينا نحكي معلمات ومعلمين كبار بالسن أو قربوا على موعد التقاعد، طلبوا تقاعد مبكر نتيجة عدم قدرتهم على التعامل مع التعليم الإلكتروني، ففضلوا إنهم يطلبوا يعني تقاعد مبكر أفضل من إنهم يستمروا في العملية. ما قدرناش نحصل على عدد، اللي عرفنا إنه في عدد مهم أو عدد كبير من المعلمات والمعلمين، لكن ما قدرنا نحصل على عدد. هذا كمان بودينا لمنحى آخر، موضوع إنه إذا تم اعتماد التعليم الإلكتروني قديش حيكون في عنا صعوبة في التعامل أصلا مع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ما بين الكوادر التعليمية وما بين الأهالي. نحكي عن الطلاب والأهالي اللي كثير تأثروا نفسيا واجتماعيا وحتى تعليميا، في هلا خوف كثير على الطلاب خاصة مع تقطع عملية التعليم. يعني احنا كمان بنحكي عن مدارس عم بتسكر نتيجة حالات الكورونا اللي موجودة فيها، فهذا كمان ما فيش بدائل، يعني في مدارس مش جاهزة حتى توفر أي رزم تعليمية ولا أي عملية تواصل ما بين المعلم والطالب. الأهالي عندهم إشكالية إنه الأهالي كمان مش قادرين يوفروا، يعني في أهالي ما مش قادرين يوفروا خطوط إنترنت، في أهالي مش قادرين يوفروا أجهزة إلكترونية لاستخدامها لأولادهم. خلينا نحكي بشكل منطقي، عائلة فيها ثلاث أولاد وأم وأب، الأم بتشتغل والأب بيشتغل والثلاث أولاد بدهم يستخدموا أجهزة إلكترونية، أنت بحاجة لخمس أجهزة، هاي العائلة ممكن يكون فيش عندها إلا جهاز واحد، فهذا كمان بيعوق على العملية التعليمية. الناس ننسى الأطفال ذوي الإعاقة، طلاب ذوي الإعاقة وذوي صعوبات التعلم اللي تم إهمالهم تماما. هلأ ما فيش أي حالة أو أي آلية للتعامل مع هدول الطلاب، خاصة للي كانوا يروحوا على المدارس شوي يطلعوا من البيت، هلأ ما فيش إمكانية. لم يتم ذكر أي إشي عن خدمات النفسي والاجتماعي للطلاب وللمعلمين وللأهالي. البنية التحتية وبناء القدرات، يعني أنا بعطيك شوي صورة سوداوية بس هذا اللي موجود عندنا، ما بقدر أجي أزاملك وأقول لك لا الوضع منيح، لا الوضع مش منيح. يعني هذا أنت بتحكي عن فئات وبتحكي كمان لسه إحنا ما دخلناش في منطقة مناطق جيم، المناطق المهمشة، المناطق المحرومة واللي ما عندهاش خطوط إنترنت. هذه كمان فئة مش قادرين نحكي عنها أو لسه مش قادرين نوصلها بالتفكير أصلاً. والإناث والذكور، إذا بدنا نحكي مقارنة من تأثر أكثر، الطلاب الطالبات الإناث أم الطلاب الذكور، كمان هذا موضوع ما تمش عمل مقارنة عليه في دراستي، فما تمش احتساب قديش نسب مثلا أو قديش في فارق، بس من خلال المقابلات كان في فارق لأن الإناث أكثر تضررا من الذكور في هاي الجائحة. ليش بتعتبروا انهم اكثر تضررا من الذكور؟ أول إشي لأنه الـ الـ في الأسرة وحسب الدراسات اللي تمت إنه كان في نسبة عنف أسري أعلى أصبحت نعم في الأسر. تاني إشي خلينا نحكي إنه الإناث بطبيعة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، الفتاة هي اللي بدها تساعد الأم في البيت، هي اللي بدها تعاون أمها خلال الجائحة، وهذا بيروح على وقت دراستها أكثر من الولد مثلا، أكثر من الذكر. الذكر لسه عنده هامش من بطبيعة المجتمع، طبيعة التربية الذكر عنده هامش أكثر إنه يقعد يدرس أكثر من البنات. وطبعا خلينا نحكي كمان إنه الخروج من المنزل، خلينا نحكي أكثر من سبب بيأثر على البنات إنهم ما يحصلوا ما يقدروا يوصلوا للخدمة مثلهم مثل الذكور. طيب أستاذ يارا، عمليا يعني اليوم احنا بحاجة لورشة مختلفة، يعني حتى نمط مختلف من كيف احنا بنعيد توزيع موازنة التعليم، كيف بنفكر فيها، وكيف هل هذا بدأ في عليه نقاشات؟ هل بدأنا نحكي بهذا الإطار ولا لسه؟ مع الأسف ما في إشي واضح، خاصة إنه لما في فترة الدراسة كان موجود فقط اللي هو تدخل أوتشا اللي هو ائتلاف التعليم، فمثلا كانت حجم التمويل اللي تم تزويده لوزارة التربية والتعليم كخطة استجابة للجائحة بفترة خلينا نحكي شهر 3 4 5 6، كان في 67% تغطية لبادجت أو لموازنة قيمتها 2,650,000. ماشي، هلا إذا بنحكي في عنا دراسة تم عملها مع جمعية مراقبي المدارس وجمعية مسؤولي الأعمال المدرسية الدولية AFBO و AASA، هذه خارج فلسطين عملت الدراسة،
بتحكي عن تقريبا 8 مدارس على 6900 طالب او 6690 طالب، بنحكي عن 180 غرفة صفية، 140 غرفة صفية، 180 معلم ومعلمة إلى آخره. يعني بنحكي على عدد صغير بدهم 1,700,000 دولار للتدخل للجائحة، فترة الجائحة. إحنا عندنا بنحكي عن 2,000,000 دولار تدخل سريع أو تدخل عاجل لفترة الجائحة. هذا ما بيكفي، خلينا نحكي 10 مدارس إذا بدنا نمشي على الستاندرد، بدنا نمشي على المعايير الدولية للتدخل أثناء جائحة كورونا. إذا بدنا نحكي على الاحتياجات، احتياجات كثير عالية. بدنا منصات تعليم إلكتروني متكاملة ومترابطة، وهذا مش موجود عندنا. ومنصة التعليم هي منصة راح تكون غير مكلفة إذا تم تواجدها، لكن لحد هلا ما فيش ولا خطوة لعمل منصة تعليمية أو للتعاون مع شركات لعمل منصة تعليمية، ومع العلم إنه في منصات جاهزة، ولكن فقط بتحتاج ل بس ندق بابها، بس إنه ما فيش هلا أي حركة للمنصات التعليمية هاي. بالنسبة للرزم التعليمية بحاجة لتغطية، أجهزة إلكترونية بحاجة لتغطية، شبكات إنترنت، يعني يا ريت لو في إمكانية إنه يتم تزويد الطلاب بإنترنت مجاني، لأنه في كتير طلاب بحاجة. كان في كمان واحدة من الشركات اللي تم معها عمل مقابلة، طلبوا إنه يكون في أو يوزعوا كبسولات للطلاب. هاي الكبسولات عبارة عن USBs أو يعني اللي هي شرائح صغيرة اللي يتم تزويدها للطلاب، يروحوا يلفوا على مناطق سي، على أريا سي، على مناطق جيم، ويوزعوا من خلال زي سيارة متنقلة، يوزعوا على الطلاب الرزم التعليمية الإلكترونية اللي فيها فيديوهات، فيها مواد تعليمية. لا للأسف ما هذا الموضوع ما تمش طرحه ولا تم إنه ولا سمعنا عنه، بس الشركة عم تحكي فيه. بالإضافة لخدمات التعليم الإلكتروني الوجاهي والوحدات التعليمية، مش معروف مين بحاجة رزم تعليمية اللي سموها رزم أو وحدات تعليمية، ومين بحاجة للتواجد في الصف، ومين بحاجة لتعليم إلكتروني. ما في حتى إحصائيات عن أعداد الطلاب. بالنسبة للتعقيم كمان هلأ ما بنعرف شو ولا وين رايحين في موضوع التعقيم، وما بنعرف مع المعلمين حتى مين تم تدريبه ومين لم يتم تدريبه. نعم اللي عرفناه انه في برامج تدريب للمعلمين لاستخدام الاجهزه الالكترونيه والتعليم الالكتروني، ما بنعرف شو نوع التدريب، ما بس بنعرف هذا مين صار تم. كمان يفترض يعني قبل العودة بعد الإغلاق التدريب للمعلمين، ويمكن يعني يقدروا يستغلوا بين الفصلين مشان مزيد من التدريب، أو حتى يعني خلال الفصل. دائما أصلا كان في نقص في المواد العينية اللي تقدم للمدارس، في كثير نعم مصاريف ونفقات تقوم المدارس بتأمينها لوحدها مش من خلال وزارة التربية والتعليم، في كثير قضايا لها علاقة بالقرطاسية ولها علاقة ببعض الفواتير ولها علاقة بالعديد من المصاريف الجارية اللي بيتم إنفاقها في المدارس، مش وزارة التربية والتعليم بتأمنها، المجتمعات المحلية بتأمنها، تبرعات مظبوط أشخاص، وهذا شيء تاريخي بصراحة في البلد، يعني للأسف طبعا إنه ما في ميزانيات كافية تنعطى للوزارات للمدارس بشكل أو بآخر، وبالتالي أضيف عبء آخر على المجتمعات المحلية هو موضوع نعم التعقيم والأدوات اللي قد تتعلق بذلك. طبعا لن تكون قادرة المجتمعات المحلية على تأمين بنية تحتية إلكترونية نعم أو رقمية على الأقل إن صح التعبير للمدارس، اللي تكون هاي المدارس قادرة تقدم نوعية فضلى من التعليم عن بعد مثلاً. هو الإمكانية موجودة. يعني إذا بدنا نحكي على برنامج أو على منصة، المنصة جاهزة وموجودة. تمام. هلا يعني ما بنعرف ليش في تقاعس، خلينا نحكي، في توفير هاي المنصة اللي بالثانية الواحدة تقدر تستوعب 1,500,000 طالب بنفس الثانية يستخدموها بدون انقطاع بدون مشاكل، وعليها يعني أساليب منهجية ومنظمة لإدخال المناهج ومراجعتها وتنقيحها ترتيبها والعمل عليها. أنا ما بدي أعمل دعاية للمنصة، بس في تقاعس لعدم استخدام هذه المنصة، ما بنعرفش الأسباب كمان. يمكن الوزارة كمان تقلق من شيء لم تؤسسه أو لم تديره أو لم تشرف على محتواه. لا خلينا نحكي إنه كانوا جزء من المحتوى وجزء من العمل على المنصة في وقت من الأوقات. طب شو ف تفسيرك لذلك؟ صدق ما بعرف، خاصة إنه أصلا لما تم عمل الورقة البحثية
ما قدرناش ناخذ كل المعلومات تامة من الوزارة، يعني لملمنا معلومات من أكثر من جانب من أكثر من اتجاه، وحتى الوزارة تمنعت في بعض الأحيان إنه تعطينا إجابات واضحة عن التعليم والتعليم الإلكتروني والتدخل في التعليم الإلكتروني وكل هذا الموضوع، وتم إعلامنا إنه في خطة عودة للمدارس. هلا بعد قراءة خطة العودة للمدارس كمان ما كانش في أي خطوات واضحة لعملية العودة للمدارس، هي كانت عبارة عن ملف موجود فيه معلومات عن إنه رح نرجع للمدرسة، بس كيف رح نرجع للمدارس؟ حكوا عن التعليم المدمج بس ما وضحوه، مش ما فيش معلومات واضحة للأهالي وللطلاب في الوثيقة، لا عن آليات العودة للمدارس، لا عن خطوات العودة للمدارس. وزي ما احنا شايفين على أرض الواقع، العودة للمدارس أصبحت بشكل عشوائي. المدارس اللي قدرت تعمل وجاهي عم تعمل تعليم وجاهي، المدارس اللي قدرت إنها تعمل تعليم مدمج قدرت تعلم، يعني حسب كل مدرسة حسب إمكانياتها مش حسب خطة ممنهجة من الوزارة. نعم. طيب، اللي تعتقد بأنه كمان يعني احنا في المرحلة المقبلة قادرين على أنه فعلا نحسن من التجربة هاي؟ يعني هل قد كانت سيئة تجربة الشهرين ثلاث الأخيرات؟ ويعني البعض كان بيقول أنه لم نتوقع أنه يعني نستطيع أن نوصل بالفصل الدراسي إلى ما وصلنا إليه، رغم الحالات اللي انصابت، المعلمين اللي انصابوا، وبالتالي كان إطار جيد. بس لا شك أنه احنا اليوم أمام تحديات مختلفة، يعني قد لا يكون وباء، قد يكون شيء مختلف اللي بيواجهنا خلال الفترة القادمة. التعليم عن بعد، وعلى الأقل العالم الرقمي في المدارس، بات يعني شيء ضروري للغاية. بدنا نحكي كمان على شغلة كتير مهمة اللي هي موضوع النوعية للجودة وليس فقط الكم. يعني إذا بدك تحكي على المدارس اللي عم تحكي إنها هي ما زالت مستمرة وعم تشتغل، عم بتقدم خدمات التعليم لطلابها سواء كان تعليم وجاهي أو تعليم إلكتروني، عن تجربة إحنا لما بندرب على زوم وإحنا بندرب ناس بالغين بيكونوا مسكرين الشاشة على زوم، مش كل طبعا مش الجميع، ما بدي أجلد نفسي كتير أو أجلد الناس كتير، بس الناس بتكون مسكرة الشاشة في زوم، مسكرة الميكروفون في زوم، قاعدين بيطبخوا وبعملوا أشغالهم التانية، بيكونوا سايقين السيارة وهم معك على التدريب. إيش حال لما نحكي على طلاب عم بتم استخدام زوم لتعليمهم وعن تجربة في طلاب ما بيكونوا مع المعلمة أو مع الأستاذ نهائي بالرغم من إنه بيكون فاتح زوم. هلا إذا بدك تحكي على المدرسة، أوكي هي أتمت 8 ساعات في اليوم حصص لطلاب الصف الرابع، بس قديش من طلاب بس هل هذا في كل العالم اليوم أستاذ زيارة؟ يعني في بلدان عظمى في العالم لغت الفصل السنة الدراسية كلها في بعض مظبوط؟ المحلات، يعني هل كان مطلوب نعطي فصل دراسي كامل؟ لا يعني لا هل في لا ظل لا لا الظروف لا لا الاستثنائية، يعني طب شو كان متاح أمام الناس غير يعملوا؟ تنسيش إنه كمان هذا شكل ضغط كبير على العائلات اللي عندها مثلا طلاب مليون في صف بالمئة أول وثاني ورابع وثالث، وهدول بدهم إسناد. يعني صار الأب أو الأم عمليا بدهم يقعدوا مع الطالب من بداية الحصة لآخرها مشان يقدروا يتأكدوا إنه هو عم بياخذ الحصة. وهذا كمان سبب كمان ضغط زيادة على الأهالي، لأنه الأب والأم اللي كانوا 90% راكنين على المدرسة إنهم يعطوا للولد صاروا المعلومة بدهم جزء كبير من وقتهم للمدرسة. صاروا هم بدهم يتعلموا المعلومة عشان يقدروا يساعدوا ابنهم، بالإضافة للأسر اللي ممكن إنه الأم والأب ما عندهم إمكانيات أصلاً إنهم يقعدوا على زوم أو يفهموا المادة تبعت ابنهم، هاي كمان إشكالية. أنا ما بحكي إنه نعمل إشي زيادة عن ما هو موجود، لكن ما هو موجود غير مرضي. يعني ليش نكون راضيين عن إشي إحنا عارفين والمدارس بتعرف والوزارة بتعرف إنه الكواليتي والجودة تبعت التعليم هلأ كتير نزلت بنزول، بالإضافة إنها أصلا يعني خلينا نحكي كنا نعكس على حالنا تعكيز قبل الكورونا قبل الجائحة، تمام؟ يعني مظبوط إنه بديش يعني أنا عم بعطيك صورة شوية، يعني صورة شوي صعبة عن الموضوع، بس ما بقدر إلا أكون صريحة في هذا الموضوع، خاصة لبعد المقابلات اللي انعملت بعد الحديث مع الناس ما بنقدر إلا نسوي. يعني بدك جهود كبيرة، يعني بدك تشتغل على مستوى منصة كبيرة موحدة تنسع 1.5 مليون طالب فيها كل المواد التعليمية موجودة، بدك
على مستوى وطني، مش بس وزارة التربية والتعليم، بدك المؤسسات، كافة المؤسسات، بدك الشركات الخاصة تتعاون، بدك نعم الوزارات، يعني عفوا بدك مثلا شركات الإنترنت تتنازل وتعطي إنترنت مجاني لجميع المدارس ولجميع الطلاب عشان نقدر إنه نوصل لخدمة إنترنت كاملة. بدك خط النفاذ من الاتصالات، برغم من انه هم بياخذوا من كل بيت مبلغ على خط النفاذ يكون فرفي، فانت عم تحكي عن مؤسسات رح ترفض اصلا تتعاون معك في هذا المجال، بالاضافه للوزارات المختلفه. وزاره الشؤون الاجتماعيه المفروض انه يكون في لها دور في موضوع الاطفال ذوي الاعاقه، موضوع دعم الفتيات والابناء في المناطق. في كثير بدك موازنات عاليه، انت عم تحكي بالإضافة كمان إشي تاني، إحنا ما في عنا برنامج لرصد الكم والكيف في الوصول للتعليم الإلكتروني. فهل في إحصائية بتقول قديش في عنا طلاب قدروا يوصلوا بكفاءة وفعالية وبعدالة للتعليم بغض النظر تعليم إلكتروني أو مدمج أو تعليم وجاهي؟ يعني حتى برنامج لرصد قديش الطلاب وصلوا للمعلومة ما في عنا. نعم، أبرز الاحتياجات برأيك هي الدراسية ولا تدريب؟ يعني الاحتياجات اللي الأولوية لازم تكون في تدريب الطلبة والمعلمين والكوادر التدريسية، ولا في تأمين الاحتياجات الدراسية بالأساس؟ هو بيجي كله مع بعض، لانه انت بتحكي عن تدريب، بدك تدريب ثابت سريع يتدخل مع الاهالي ومع المعلمين عشان يقدروا يتعاملوا مع الطلاب ويقدروا يعرفوا يفهموا مع بعض. يعني لما المعلم او المعلمه يبعث رساله للاهالي انه في حصه او في ماده او في امتحان، الاهالي يكونوا فاهمين المعلم هذا وين رايح وشو عم بيعمل. يعني بدك حتى يكونوا الأهالي والمعلمين عم بياخدوا تدريب مع بعض عشان يقدروا يستوعبوا وين المسيرة رايحة. هذا بالإضافة كل التدخل رح لازم يصير بطريقة سريعة، بطريقة مكثفة، وبطريقة موحدة مع جميع الفئات، مش بس الأهالي، مش بس المعلمين، مش بس مدراء المدارس، مش بس وزارة التربية والتعليم، كله مع بعض. طيب، شيء أخير ممكن يعني يكون عمليا نقطة انطلاق للمرحلة القادمة برأيك؟ هل كان من المجدي إطلاق مثلا قناة تلفزيونية للتعليم مثلا؟ هل هو جزء من الأشياء اللي فعلا، ولا نحن استثمرنا في محل ملوش يعني طعم مثلا؟ هلا موضوع مثلا قنوات التلفزيون، في بعض القنوات اطلقت جزء من المواد التعليميه على شبكاتها. ما هو هاي هي المشكله، المشكله انه ما فيش شيء موحد. هلا الاليه ممكن تكون اليه اي اليه من اللي تم اقتراحها او اي اليه من اللي تم ذكرها ممكن تكون مجديه، بس الاشكاليه انها هي عم تنعمل بشكل مقسم، بشكل عشوائي، بشكل مش موحد. يعني خلينا نحكي انه في منصات، اوكي في منصه تعليميه مع الانروا، بس هي للانروا. هلا منصه الانروا ناجحه وشغاله، في عندهم محطه تلفزيونيه بيعرضوا عليها كل المواد التعليميه وفيديوهات للمعلمين وكل المواد التعليميه والمنهج كله داخل على التلفزيون وعلى المنصه، وكل طلاب الانروا عم بيستفيدوا منها بدون استثناء. هلا اذا تم عمل مثلا منصه موحده، هذه كافيه انها تغطي جميع الطلاب بجميع المناطق، بيكون كثير منيح. هلا هل هو جزء من الخطط الحكومية هذا الموضوع لسه؟ ما فيش من اللي ليه؟ مش مطروح مع الاسف. يعني حتى لما تم سؤال وزاره التربيه والتعليم عن المنصه قالوا في منصه، لما طلعنا على المنصه، المنصه ما فيش عليها ولا شيء، هي عباره عن صفحه ويب سايت. حتى كان في منصه ثانيه، هم منصتين، في منصه اسمها اي تيتشر وفي منصه اسمها ايلر، اي سكول وايلر. نعم واحده على الها قناه على اليوتيوب لكنها فاضيه، والثانيه الاي سكول هي اللي بتطلع عليها نتائج التوجيه والنتائج المدرسيه، والثنتين لا يرقوا انهم يكونوا منصات. يعني بنقدر نسميهم ويب سايت بس مش منصات. طيب،
برأيك من وين، يعني هل يعني هناك دعوة مثلا لحوار أعمق مع وزارة التربية والتعليم، خاصة ضروري. إنه الجهد يعني مش بس حكومي، شفنا جهد محلي ضخم في هذا الإطار، شفنا جهد مؤسسات مجتمع مدني كبيرة في هذا الإطار وكثيرة، شفنا جهود مختلفة في إطار محاولة دعم العملية التعليمية خلال الفترة اللي راحت، وبالتالي يفترض يكون في حوار أوسع حول يعني الخطط القادمة وكذا. هل هذا مفتوح اليوم؟ هل هو متاح؟ هل هو جاي على الطريق مثلا؟ هل هناك نية لذلك حسب معلوماتك؟ من المؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الداعمة لائتلاف التعليم والأهالي، هم عم بيسألوا، عم بطلبوا موضوع الحوار، وفي مقترحات. يعني في مثلا حدا حتى من الوزارة، هو موظف بالوزارة وله كل الاحترام، اللي قال لي أنا ما عندي مشكلة على حسابي أسهر ليل نهار أنا والطاقم تبعي، مقابل إنه نطبع المواد التعليمية بس وصلنا مواكن طباعة ورق وإحنا علينا الباقي، يعني بس وجاهزين ننزل مناهج للطلاب ونطبع لهم وحدات تعليمية. وكان فعلا يعني معني في هذا الموضوع، الأهالي معنيين يساعدوا، معنيين يتعاونوا، مؤسسات المجتمع المحلي معنية تساعد، الممولين معنيين يساعدوا، ضروري يكون في حوار مع وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم يعني في أكثر من موقف لا خاص في هذا البحث، حتى ما حاولنا نوصلهم عشان يسمعوا إيش عم نحكي في هذا البحث، حاولنا نوصلهم عشان يردوا علينا، عشان يعطونا بس يقولونا مثلا يلا نقعد مع بعض عشان نحكي في الموضوع، وما صارش أي حركة. فضروري يكون في حوار طبعا، وضروري يكون في تعاون، وضروري يكون في تنسيق، وضروري يكون في جهود موحدة، بدون هذا الإشي مش رح يمشي الموضوع. نعم أستاذ يارا، في شيء أخير تحبي تحكيه؟ يعني أعتقد أنه يجب أن يكون هذا الحوار سريع ويكون منفتح، بمعنى يستمع بجد إلى الأفكار المطروحة من قبلكم أو من قبلكم كمختصين، أو حتى من قبل يعني الحملة الوطنية لتمويل التعليم محليا. يعني هذا يجب أن يكون كذلك. يعني آخر شيء بحب أحكيه، إنه بدون الجائحة ومع الجائحة إحنا مفروض إنه نشتغل بطرق أكتر وأفضل عشان المستقبل للأجيال القادمة، خاصة إنه في عنا طلاب عم بضيع مستقبلهم التعليمي، عم بضيع مستقبلهم المهني، بسبب إنه عدم وجود سياسات مشتركة وموحدة حاليا عم نشتغل عليها. الجائحة هي مش سبب، الجائحة كشفت مشاكل أكتر من إنها كانت سبب، وبالتالي ضروري نطلع على الموضوع بجدية أكبر ونطلع لقدام. يعني إحنا هلا عم نطلع على مستوى شهرين لقدام، لا إحنا لازم نطلع على مستوى 10 سنين لقدام الرايحين، لأنه ابن صف أول هلا رح يكون صف 12 كمان 12 سنة، خلينا نشوف وين رايح هذا الولد، إذا من هلا مش عم نقدر نساعده. نعم أستاذة يارا زايد، مستشارة التنمية ومدافعة عن حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، شكرا لك، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. شكرا، يعطيك شكرا، العافية. هلا بيك. باي باي.